ما حكم من يقول هذا الذكر: لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر جيلاني ولي الله؟ هل زيادة وشيله ذي؟ يكفي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لكان أتم وأحسن. أما عبد القادر الجيلاني وش اللي يدراك أنه ولي لله؟ هو نرجو له الخير إن شاء الله، لكن ما نجزم أنه ولي لله، ما نجزم لأحد إلا بدليل شرعي. أما غير من غير دليل شرعي فنحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ولا نزكي على الله أحدا. نعم، فاترك هذه اللفظة، اترك هذه اللفظة. نعم.